حسام رميقي تنواصلوا معك هذا اللقاء مباشرة على أمواج إذاعة المغرب العربي، وبغينا نهضروا على المجموعة اللي معك. هذه المجموعة اللي تتقومي معهم بجولات هي الفرقة زمن الوصل. زمن الوصل على سميتها دابور زمن الوصل، وعن نهضروا علاش شنو شنو هي الجديد اللي جات به هذه الفرقة اللي تنظر بأنكم جبتوا واحد نفس جديد غتكملين عليها الآن. الاسم ديالها هو مخود من شعر لسان الدين بن الخطيب. نعم. جدك الغيت إذا الغيت هاما يا زمان الوصل بالأندلس، يعني التواصل مع الزمن الجميل. نعم. مع الفردوس المفقود. الله، إذن هو هاد المجموعة جات باش دير تعطي واحد نفس جديد للآلة، مز بين المقامات الأندلسية والشرقية. والشرقية، وهنا خصني نذكر واحد بواحد لأنه كلهم كيستحقوا. قبل ما نذكروا عندنا مكالمة هاتفية إحسان رميقي، بغيت على الصوت، كيفاش خدمتي الصوت ديالك؟ ديري الكاسك. يعني الصوت كيفاش تحافظي على الصوت ديالك؟ الصوت خدمته مع سي احمد غزير اللي هو معنا مباشره، هو استاذ الغناء الكلاسيكي. اهلا بكم ومرحبا بك على امواج اذاعه المغرب العربي. اهلا مشرفين، مرحبا. يا مرحبا استاذ احمد غزير. 2003 كان اول لقاء ديالك مع احسان الرميقي، جات لعندك باش تمتحنها وتشوف الصوت ديالها، شو ممكن لك تقول لينا على هذا اللقاء الاول؟ انا في بهرتني في اللحظه الاولى لما كانت جات عندي في 2003، كنت امتحنتها باش نشوف الصوت ديالها واش قابل للغناء ولا لا. فاذا بي كنت تفاجات بالطاقه الصوتيه ديالها، لانه اول مرتين لمست منها اسلوبين في الصوت، لمست منها صوت غربي ولمست منها كذلك صوت شرقي. نعم. في هذيك الوقيته تقريبا تبنيتها باش نخدم معها، ولكن اللي بغيت نشطر عليه هنا انا وهو السيده المحترمه احسان الرميقي، وهي اول من اصل عريق بعد ذاك اول مرتين، وفنانه بكل ما في الكلمه من معنى، حيث مرة نوعها نادر الان، حيث المراه اللي تهتم بالغناء العربي الاصيل وبالامداح وبالصوفيات كذلك، وبهذا الأسلوبين اللي هما مهمين دفعات تعطي فيهم كل ما عندها من الروح ديالها، الشيء اللي اليوم ما تنشوفوش قليل، تنشوفوه اليوم بزاف قليل. وكذلك حتى في الأسلوب ديالها الشرقي ما تنشوفوش هذه السيدة بأنها تمشي تترمى على أغاني اللي هي مثلا للتسويق، أي زعما للسعي وراء نعم، ولكن تتمشي للمرشحات اللي هي الاتحاد السوري، العراق، العراقية السورية، تتمشي للأمداح اللي صعيب في المقامات ديالي، ما بين جملة وجملة، ما بين جملة وحدة وجملة تتقلب لك المقام جوج مرات تقريبا. نعم. تتمشي له وتتمتع بواحد الأذن موسيقية زعما خارقة للعاده. أقول هذا وأقول هذا بصدق بدون مدح وبدون أي حاجة، هذا الواقع اللي تنقول فيه زعماك واللي لمسته من هنا. ومن تماك السيدة بقيت دائما ربط معها علاقة، ولو غير بالتليفون تنسأل فيها فين وصلات وفين عملات وفين عملات، وأي مكان رحلات له سواء في أوروبا أو في المشرق العربي مثل الأردن ومثل سوريا وحكا، إلا وتتخلي البصمات ديالها في الطرب العربي. نعم. إذن أول لقاء كان في 2003، إحنا في 2013، شنو تقييمك للمسيرة الفنية ديال إحسان الرميقي؟ واش تظن بأنها خدات حقها ولا لا؟ أستاذ أحمد غزيرة. نعم سيدي، الأذن كل صراحة الحق ديالها ما خدتوش كامل. نعم. ولكن المرا هي متبرة، هي مصرة جدا على هذا باش 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 تستمر في الفن ديال الأصيل العريق، ولكن حاليا بقي ما خدش الحق ديالها، خصها تاخذ، لانه مع الاسف ومع كل اسف اخي العزيز، على ان الاذن ديالنا اصبحت اليوم تتنحرف شيئا ما على ما كن هو جميل. نعم. وكن هو لماذا؟ لانه هو الاسلوب اللي هي تابعه والطبعي تبع السيده الرميقي احسان هو نادر، ما تيقدروش علو بزاف الناس. وحنا استاذ حنا راه الاذن ديالنا شويه تبرزت داك الانذار لالارم ديال ديك السياره مع الاسف. ياك اخويا بعد من جيتها بعد منا باش نسمعوك شنو تتقول. ولا سير ضرب ديك الطوموبيل تسكت شويه. واد الموسيقيين تتبع الموسيقى في اي مكان. نعم نعم استاذ. نعم استاذ شنو تبغي تقولي؟ نعم تفضل. نعم سيدي،
التناول مع الاسعاف الاذن ديالنا بانه ينحرفت شويه على ما يكون هو اصيل ما يكون هو ثقافي. نعم. لانه الاسلوب ديال السيده ديالنا وقليل منهم اللي قاد يتبع هذا النوع هذا هو صعيب يبغي ثقافه كبيره من ناحيه نعم. ناحيه الاذن من ناحيه الدراسه بلا مقامات. نعم. يعني صعب هو اسلوب تبارك الله نعم استاذ لانه اسلوب ثقافي اصيل لان الصوت عندك شويه راه شويه المستمعين ماشي صوتك انت وانا كنت السياره لحداك غادي نعطيو الكلمه للا احسان ترد عليك وتنشكرك استاذ شكرا بارك الله فيك استاذ احمد مساء الخير وبارك الله فيك بزاف على هاد الشهاده في حقي واللي بالفضل ديالك علمتيني التقنيات ديال الغناء وديال الصوت وديال التنفس وكان لك الفضل الكبير في المسيرة ديالي وكنشكرك بزاف سي أحمد شكرا أستاذ إذا مستمعينا الكرام مازلنا معكم إلى حدود الساعة الخامسة كلك تقولي في هذه الكلمة اللي قال الأستاذ يعني رجعتي بك الوراء في 2003 ورافقني الأول مشاركة شنو الإضافة اللي ضاف لك هذا الأستاذ ضاف لي تقريبا كل شيء لا باس عاود لك كل شيء من الأول لأن أنا دخلت العالم ديال الغناء يعني بطريقة عفوية نعم أوتوديداكت ما قريت ولكن قريت الموسيقى كتبت كونسيرفاتوار ولكن الفرق ما بين السولفيج والغناء غير هكذا الفرق ما بين واحد الإنسان اللي غادي يعلمك التقنية الغناء يعني التنفس الحركات الرياضية اللي خاص تعمل يوميا الإرشادات باش يبقى الصوت التمارين قبل الغناء شنو التمارين تديري قبل الغناء قبل ما تطلعي على خشبة يعني في النهار ما تتكلميش ما تتهضريش تتشربي داك شي سخون كيفاش يكون استعداد إحسان الميقي لحفل كبير لا اولا حتى الهضره بزاف نعم بلا فائده ما خصهاش ولكن حنا اليوم الهضره بالفائده لا الحمد لله بالفائده وانا كنستافد منكم بارك الله فيك حنا اللي كنستافدوا المستمعين اكيد يعني حتى في الحياه اليوميه ما خصش الانسان يكون دائما غير كيهضر غير كيغوت نعم. غير في محل سخون خرج المحل بارد غادي نعم. يتكلم نعم. قبل الغناء لازم من التمارين لي كورد فوكال نعم والا كيترخاو كيمكن المغني تجيه بحة نعم كيترخاو ما كيعطيوش واحد القوه باش يمكن له يؤدي مقامات عربيه لان هي ماشي بالسهل باش كتسهل يعني ماشي تنوض تغني اي اغنيه ولا اي مقام ولا اي هذا هو نعم. كنت كنخدم انا وسي احمد باله البيانو في الاول اول مره فاش بديت نخدم مع سي احمد وكنت غاديه لمهرجان فاس الموسيقى الروحيه اذا نقول لك واحد المره حسيت بلا ما نبالغ بالدموع في عيني بقوة العذاب اللي كنت كنتعذب من الداخل من الداخل ديالك من الداخل لان نعم. واحد الحريق كبير نعم في واحد العرق اللي خصو يتقوى وهو مسكين من حبه للغنى ومن تشجيعه كيقول لي خصك توصلي لهذه الدرجه هذه باش تقدري تادي هذا الغنى وانت مرتاحه نعم وفعلا يعني كنشكره بزاف واللي كان كيتكلم عليه ودائما كيقول لي خصك تغني الغناء الغربي وهذه ما تكلمناش في واحد المحطه هي نتكلموا عليها الان كانت عندي مشاركه في غرناطه نعم. مهرجان الثقافات يعني في غرناطه كيحتفلوا نهار 2 يناير ديال كل سنه بالخروج ديال العرب من غرناطه ولكن هما كيحتفلوا به واحد الاحتفال فني فيه التعايش اللي كان موجود انذاك ماشي فرحانين حيت جراو على العرب بالعكس بالعكس وكانت عندي مشاركه انا وفرقه زمان الوصل وادينا موشحات وادينا الموشحات دي سان الدين بنو الخطيب اللي هو من غرناطه يعني غرناطي وكان هناك موجود مدير المهرجان اللي هو اسباني بيانيست كومبوزيتور خوان غاييغو كوين ومن يسمع صوتي اللي يعني واش عمرك ما جربتي تغني اون انغلي ولا اسبانيول ولا بشي لغه ولا هذا ومن بعد جات الفكره ديال رجعت لغرناطه نفس المهرجان بعد عامين واديت اغاني ديال غارسيا لوركا واللي غتعطينا منها مقطع الان انا اريد اعطيني كاس كنت خليك رخول ب ها تعطيني شي حاجه من غارسيا دابا فاجاتيني خصني نتفكر شويه ايوا عرفتي شنو من بعد غادي نتفكرها لازم غادي نتفكرها اذا غنطلبوا من توفيق نمشيو فواحد الوصله تقسيم الناي
ونرجعوا لإحسان الرميقي.